سعيا لإحداث تغيير وتحفيز للجمهور على تقديم وجهات نظر متباينة، افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم بحضور الشيخ حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون معرضا فنيا بمتحف الشارقة للفنون تحت عنوان الأشكال الفاعلة للنحت الاجتماعي. يتضمن المعرض أعمال اثنين من أبرز الفنانين التشكيليين في مجال الفن التصويري هما السعودي عبد الرحمن غارم والنمساوي هيمو زبرنق. أنا مشارك في متحف الشارقة للفنون بجناح، والفنان النمساوي هيمو هو يعتبر من رواد الفنانين في النمسا. يمكن الجميل اللي قدمه لنا المتحف إنه لقى شيء مشترك بيني أنا كفنان سعودي وفنان هيمو كنمساوي، والمتحف من خلال هالمعرضين جسد هالأفكار اللي تمثل المشترك الإنساني اللي تميزت فيه دائما الشارقة، إنه هي منصة فعلا لخلق لخلق خطاب تعاطف ثقافي بين الأمم وبين الشعوب، وفي الأخير العمل الفني يتحول لمنصة من خلالها الناس تبدأ تطلق شرارة الحوار والسؤال، وإحنا محتاجين لها النوعية من التقاطع في الثقافات واكتشاف أنفسنا من جديد. So I show here in the gallery. أعرض هنا في المعرض منطور فريد من أعمالي المبتكرة في بدايات الثمانينات، أعمال تعود لأكثر من 35 عام. ورأي الآن تشاهدون أحد محاولاتي في دمج الواقع في التحف، والواقع دائما شيء أساسي بالفن. قدم الفنانون التشكيليون غارم وزبرنق شرحا حول معروضاتهما التي تقدم أعمالا فنية فريدة ومتميزة حول مفهوم التغير الاجتماعي بأسلوب الفنون التصويرية، والتي تبرز رسائل قوية يسعى الفنانان إلى استعراضها بأسلوب مؤثر بالإضافة إلى عروض الفيديو واللوحات الفنية. المتحف هنا في شرقة هم عزموني أن أنا أشتغل مع فنانين اثنين نسميهم عبد الناصر غارم من السعودية وهيمو زبرنق. فهو هدف المعرض الأشكال الفاعلة للنحت الاجتماعي نحن كنا نجيب فنانين اثنين من عالمين مختلفين تحت سقف واحد هنا في المتحف. فالهدف ان احنا نوري للناس والناس اللي هيجوا يشوفوا المعرض ازاي الشغل بتاع فنانين اثنين ممكن يورينا طريقة جديدة ان احنا نبص عليها على العالم والفن. معرض الأشكال الفاعلة للنحت الاجتماعي كل قطعة فنية فيه تحث الزوار على النظر في القضايا الرئيسية التي تؤثر في المجتمع من منظور مختلف وجديد.